بما اننا بقى دخلنا في موسم المدارس، تعالوا اوريكم تسريحتين سهلين وحلوين قوي للبنات الأمامرين اللي بيروحوا المدرسه. كل هنحتاجه 3 اساتك صغننين وممكن توكه صغيره. اوكي يلا نبتدي. هنبتدي نقسم شعرنا من قدام، اوكي كده، عشان هنعملهم ديفرتين. ممكن بس نزود حته صغيره كمان كده، تمام، عشان الضفيره ما تبقاش صغيره قوي. بعد ما قسمنا شعرنا هنبتدي ان احنا نعمل الضفيره بتاعتنا، بس هنعملها لورا او لفوق، عشان احنا بعد ما نخلص هنرجعها لورا، ما يبقاش فيه مشكله من هنا. ممكن نسيبها وممكن نربطها باستك، كده كده هنربط الاثنين مع بعض باستك واحد، فممكن نسيبها لو انتوا ضامنين انها مش هتفك وتعملوها من الاول، عشان بس الناس تبقى نازله الصبح المدرسه بدري، عايزين ننجز الباص الكلام ده. هنعمل الناحيه الثانيه نفس الكلام. بعد ما خلصنا الضفيرتين هنعمل باني تيل ورا او ديل حصان، اوكي، مش اعذروني عندي بيبي هير هنا شويه. وهنجيب استك ونربط الضفيرتين اللي عملناهم ونعملهم اكس كده، اوكي، ونرجعهم لورا ونربطهم وندخلهم في الديل حصان. هوريكم الشكل من ورا دلوقتي حالا. دي كده اول تسريحه معانا في باك تو سكول. تعالوا بقى اوريكم التسريحه الثانيه. هي لطيفه قوي مبدئيا كده، والشكل التقليدي بتاع الضفيرتين اللي على جنب بس بشكل احلى بكتير. اوكي يلا بينا اوريها لكم. اول حاجه هنجيب شعرنا نقسمه بالشكل ده، وكل ناحيه فيهم هنقسمها لناحيتين. كده بقى عندنا 4 ديل حصان، تمام. هنجيب التوكه الشعر اللي ورا، ننزل التوكه تحت شويه، نفتح فتحه بسيطه كده وندخل الشعر اللي قدام كده. دي بقت الشعر اللي ورا، ننزل التوكه شويه كمان ونعمل نفس الخطوه وهكذا. ممكن تتحكموا كمان في طولها على حسب طول الشعر، ممكن تخلوها اطول من كده اقصر من كده. انا جمعتها في الاخر في توكه واحده، تمام. وهنعمل الناحيه الثانيه نفس الكلام. ونبتدي نوسع كده عشان نبين الفوليوم ونبين انها اتخن وان احنا شعرنا اتقل. وده كده يكون شكلها في النهايه بعد ما خلصنا. وكده نكون خلصنا النهارده تسريحتين للمدرسه حلوين قوي، استناكم تجربوا.